سنة 1943 أعلنت الحكومة الأمريكية إن عثر على العالم الصربي نيكولا تسلا ميت في غرفة فندق نيويوركر بعد ما اعتزل الناس آخر 10 سنين من حياته، وما ذكرتش أي تفاصيل تانية، لكن ظهرت تسريبات بتشير إن هناك 80 صندوق يحتوي على جميع أبحاث نيكولا تسلا اللي تجاوزت الآلاف من الأوراق والمخططات، وقامت جهات مجهولة بسرقتها والتحفظ عليها. ووجدت غرفة تسلا مبعثرة الأوراق قبل دخول المراقبين للتحقيق في الوفاة، وده بيأكد على دخول جهة ما للحصول على بعض الوثائق المهمة. ايه هي الصناديق اللي اختفت وبتحتوي على ايه؟ جعل الدول الكبرى والجمعيات السرية تتسابق عليها، وايه علاقة تسلا بعلوم سليمان عليه السلام وتقنية الحضارات القديمة؟ خليكم معايا. الله أعطى لسليمان عليه السلام ملك لم يعطه لأحد من بعده، بمعنى أن هناك من آلاف السنين كان يوجد حضارة عظيمة تفوق حضارات اليوم بآلاف المرات، ومفيش وجه للمقارنة بينهم. يعني مهما وصلت البشرية من حضارة لا يمكن تصل لعظمة ملك سليمان، ومفيش حضارة عظيمة تقام بدون تقدم علمي وتقني. فكان هناك علم وتقدم تقني رهيب لا يقارن بكل العلوم والتكنولوجيا الحالية، والعلم ده تم ذكره في القرآن الكريم بعلم الكتاب. والموقف اللي كان في مجلس سليمان عليه السلام بحضور الإنس والجن، وكان آصف بن برخيا وزير سليمان عليه السلام عنده علم من علم الكتاب، ومن خلال علمه قدر يحضر عرش ملكة سبأ بسرعة فائقة وآنية في لمح البصر. وبكده عملية النقل الآني هي علم من علوم سيدنا سليمان عليه السلام. ومن حوالي 100 سنة قدر العالم الصربي نيكولا تسلا إنه يعمل أبحاث ودراسات على تجربة النقل الآني والخفي. إزاي جات له الفكرة؟ وهل نفذها فعلا على أرض الواقع؟ الحقيقة العالم تسلا ما كانش بس بينقل أو يستحضر التقدم التقني في الحضارات القديمة، لكنه كان بيجتهد إنه يعيد اكتشافه وينفذه ويطبقه على أرض الواقع. وفي سنة 1895 كان نيكولا تسلا بيجري أبحاث ولاحظ إن المكان والزمان ممكن يتأثروا باستخدام المجال المغناطيسي. يعني ممكن للشخص إنه يغير الزمان والمكان بواسطة الحقول المغناطيسية. وقدر تسلا يحقق بعض الاكتشافات الخاصة بطبيعة الوقت والمكان من خلال الكهرباء ذات الجهد العالي المتداخل بالقرب من المجالات المغناطيسية. فاكتشف ان الزمان والمكان بيحصل لهم تشوه، والتشوه في الزمكان بيخلق باب للانتقال من مكان لآخر، والتعرض للتيار الكهرومغناطيسي ضمن طيف معين سيؤدي الى اختفاء الاجسام عن الاعين. ودون تسلا علوم النقل الآني والاختفاء في وثيقة خاصة بيه، وكانت من ضمن الصناديق اللي تم إخفائها بواسطة الفيدرالية الأمريكية. وفي سنة 1943 بعد موته أعلنت البحرية الأمريكية عن إقامة تجربة لجعل السفن غير مرئية لرادارات العدو، لكن اكتشف بعد كده إنها بتطبق وثيقة تسلا للنقل الآني، فاستعانوا بأينشتاين لتطبيق نظرية تسلا. وبدأت التجربة بوضع المدمرة البحرية الأمريكية USS Eldridge في حقل كهرومغناطيسي قوي، وفجأة اختفت. وقال الشهود انهم رأوا وهج غريب باللونين الاخضر والازرق احاط بجسم السفينة، وبعدها اختفت السفينة على الفور لسبب غير مفهوم. وما اختفتش السفينة الحربية عن اجهزة رادار العدو بس، لكن ما بقاش لها اي اثر على الاطلاق، وظهرت بعد ساعات على بعد مئات الاميال من قاعدة فيلادلفيا قرب ترسانة نورفولك البحرية في فرجينيا. ومات معظم طاقم السفينة بسبب اثار التجربة، والبعض الاخر أصاب الجنون لأن أينشتاين أخطأ في تطبيق تجربة تسلا للنقل الآني. ودي التقنية اللي موجودة في علم الكتاب أو علوم سليمان عليه السلام اللي كانت متطورة بشكل كبير، ونقل بيها عرش ملكة سبأ في أقل من جزء من الثانية. ومن ضمن علوم علم الكتاب واللي بتوضحه الآية 13 من سورة سبأ: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. خلينا نتكلم الأول على إن مقصود بجفان كالجوابي. هنا الجفان معناها أطباق حجمها ضخم لكن مش مخصصة للطعام، بتاخد شكل جفن العين وبتدل على الاحتواء والحمل، وبتشبه السفن الضخمة المحملة، وتشبهها بالجوابي بكسر الباء للدلالة على اجتياز الشيء. يعني الجفان هو طبق شكل الجفن المقعر، والجوابي هو اجتياز الأرض والسماء. يعني جفان كالجوابي هي الصحون الضخمة الطائرة، واللي بيأكد وجود الصحن الطائر من
آلاف السنين هو الآثار الموجودة في حضارة المايا اللي موجود عليها رسم لصحن طائر ونقش لطبق طائر في معبد دندرة في مصر. والصحون الطائرة كانت من أهم تقنيات علوم سليمان عليه السلام، العلوم المحرمة اللي اكتشفها تسلا، وفي وثائق لتسلا رفعت عنها السرية وكشفت مخططات لطائرات أسرع من الصوت بتسافر من مدينة نيويورك للندن في 3 ساعات من غير وقود. وقدر تسلا انه شغل الطائرات الكهربائية المنقولة لاسلكيا من محطات الطاقة فوق الأرض. والغريبة هنا ان نظرية أينشتاين بتقول ان الضوء هو السرعة القصوى اللي لا تتجاوز 300,000 كيلومتر في الثانية، واي سرعة تتجاوز سرعة الضوء ستعيد البشر للماضي، بمعنى يصبح الزمن عكسيا. وقتها اكتشف تسلا جسيمات بتفوق سرعة الضوء، وفي سنة 1932 اخبر مجلة نيويورك تايمز انه اكتشف اشعاع قادم من الشمس بيتكون من جسيمات دقيقة قادرة على اختراق المادة، وانها بتتحرك بسرعة اسرع من الضوء. وطبعا الاكتشاف ده ابطل نظرية النسبية لأينشتاين، فتم التكتم على اكتشافه. لكن بعدها كشفت واحدة من وثائق تسلا المسربة عن مخطط مفصل للاطباق الطائرة واللي قام النازيون بتصميمها وسموها فلات. فكشفت المخططات ان نموذج تسلا للاطباق الطائرة قابل للتطبيق، فالصحن الطائر اللي بيسير بسرعة تفوق سرعة الصوت بأضعاف ليس لديه مخزن للوقود، وبيعتمد على الطاقة الكهربائية اللاسلكية المجانية. وفي الخمسينات كشفت الصحف ان اول طبق طائر تواجد مع النازيين كان من تصميم نيكولا تسلا، وكانت حكمته الشهيرة اذا اردت العثور على اسرار الكون فكر في الطاقة والتردد والاهتزاز. اما بقى القدور الراسية المذكورة في الآية فهي مش بتدل على القدر اللي بيطهى فيه الطعام، لكن بتعني مكان لاحتواء شيء ما. وصفها بالراسيات بيدل على ثبات وعظم وضخامة القدور، فهي مثبتة في الأرض بإحكام. ولو ركزنا هنلاقي المقصود بيها القدور الخاصة بالتفاعلات الكيميائية اللي تستخدم في توليد الطاقة، زي محطات توليد الكهرباء النووية اللي بتكون مغروسة في جوف الأرض علشان تتحمل القدر الهائل من التفاعلات. ودي كانت من أهم علوم علم الكتاب اللي ربنا ذكره في القرآن الكريم، وأعطاه لنبيه سليمان عليه السلام من ضمن ملكه العظيم اللي مش هيتكرر واللي لا يقارن بعلوم وتكنولوجيا العصر الحالي. ورغم ان في آلاف من العلوم والأبحاث التقنية للعالم الصربي تسلا اختفت وتم التكتم عليها واعتبرت من العلوم المحرمة، وهي العلوم اللي بتعيد اكتشاف الحضارات القديمة، ومحرمة لانها بتهدد مصالح دول عظمى، زي مشروع تسلا الخاص بالطاقة الكهربائية المجانية اللي بتتولد من الأرض والسماء بالمجان، وهددت شركات الكهرباء اللي بتكسب مليارات الدولارات، وكمان سيارات تسلا الكهربائية هددت شركات النفط. ومكتب التحقيقات الفيدرالية محتفظ ب 7000 وثيقة سرية متكتم عليها لحد الآن، وما أعلنش غير عن 250 وثيقة من وثائق تسلا السرية، واضطر يرفع السرية عنها بموجب قانون حرية المعلومات. لكن إيه أهم اكتشافات ومخططات وثائق تسلا السلمية اللي تم تطبيقها لأغراض غير سلمية ومدمرة للبشرية؟ العالم الصربي نيكولا تسلا كان سابق عصره، فالعصر اللي كان فيه الكهرباء تعتبر اختراع كبير وحدث مهم. كان تسلا متقدم في علوم الراديو والتلفزيون وكمان الروبوتات والكهرباء اللاسلكية، وهو أول واحد قدم جهاز الاتصال اللاسلكي اللي هو جهاز الموبايل، وقدم أجهزة التحكم عن بعد. وسنة 1930 تم افتتاح فندق نيويوركر عشان يكون مختبر سري لأبحاث تسلا بالتعاون مع الفيدرالية الأمريكية، وكان تسلا عارف انهم حاطينه تحت المراقبة، ورغم كده كان مضطر يستكمل ابحاثه. وبعد ما مات تسلا كان في اتهامات موجهة للفيدرالية الامريكية باخفاء اخطر اختراعات تسلا واخراج وثائق اقل سرية، والوثائق المهمة اختفت في ظروف غامضة بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت ضمن 80 صندوق بيحتوي على الالاف من المخططات السرية. وهنا الفيدرالية صرحت بانها عثرت على 60 صندوق فقط، والعشرين المفقودة في حوزة الحكومة الفيدرالية، وهي سبب أساسي للتقنيات الحديثة المكتشفة حاليا زي مشروع هارب والهولوجرام واختراق عقول البشر أو قراءة أفكار. ومن ضمن الوثائق تقنية توليد المد والجزر الاصطناعية. وسنة 1907 كشفت وثيقة سرية عن ابتكارات عسكرية لشركة تسلا بيتم تفجير مواد شديدة الانفجار في البحر بتولد موجات مد كبيرة قادرة تقلب أسطول العدو بالكامل. وكمان من ضمن
ضمن التقنيات تقنية اسمها آلة الزلازل، وهي آلة ميكانيكية بتسبب الزلازل، وبترجع لسنة 1893 لما حصل تسلا على براءة اختراع لمذبذب ميكانيكي بيعمل بالبخار وبيهتز لأعلى ولأسفل بسرعات عالية لتوليد الكهرباء. وبعد سنين من تسجيل براءة الاختراع كشف تسلا سر لأحد الصحفيين وقال له إنه في يوم من الأيام أثناء محاولته ضبط مذبذب ميكانيكي مع اهتزاز المبنى اللي كان بيسكنه اللي كان في مدينة نيويورك، تسبب فجأة باهتزاز الأرض أثناء الاختبار. فقام تسلا برفع الطاقة أكتر وسمع أصوات تكسير وكل حاجة كانت بتطير، فعرف مدى خطورة الآلة وتسببها في زلازل وكوارث. فقام بتحطيم المذبذب الميكانيكي وأخفى الوثيقة الخاصة بالاختراع، والصناديق اللي كشفت عن الوثيقتين دول تم الاعتماد عليهم في إنشاء ضربة أو مشروع هرب اللي تسبب في كوارث مدبرة لدول عديدة واللي كانت تحت مسمى الحرب البيئية. ومن ضمن الصناديق اللي بتحوي وثائق شديدة الخطورة هو تقنية كاميرا الأفكار، وقدر تسلا سنة 1893 يصور الأفكار ويحولها لصور للتعرف عليها، وكمان تحويل الأفكار لمقطع مرئي. وقال أصبحت مقتنع بأن الأفكار هي صور تتكون في الدماغ من خلال الفعل المنعكس، وبالتالي بينتج صور افتراضية على شبكية العين، فكأنك ترى ما تفكر فيه، والصور دي ممكن يقرأها جهاز مناسب من خلال شبكة عين صناعية بتلتقط الصور من الدماغ وتسقطها على الشاشة. وبكده يمكن قراءة كل فكرة عن الفرد وتصبح العقول البشرية كتاب مفتوح. وفي يوم قال تسلا جملة في حوار صحفي، وهي سوف نتمكن من أن نشاهد تنصيب رئيس أو رؤية معركة كما لو كنا موجودين بالفعل. وتم تفسير الجملة على أنه يقصد اختراع التلفزيون، لكن الحقيقة تسلا كان يقصد شيء تاني. وفي القرن 19 عاصر تسلا كاتب روائي معروف كان بيألف كتب الخيال العلمي اسمه جول فيرن، وفي روايته اللي اسمها 20,000 فرسخا تحت الماء اللي كتبها سنة 1864 وقال فيها سيتاح للبشر رؤية بعضهم البعض عن طريق تقنية الهولوجرام، وهو إسقاط ضوئي ثلاثي الأبعاد يتيح لك رؤية الأشياء وكأنها أمامك. وده اللي اتكلم عنه تسلا في لقائه الصحفي، وأطلق جول عليه في روايته الهولوجرام واللي هو بنفس اسمه حاليا. والغريبة هنا إن في تطابق كبير بين روايات جول فيرن وابتكارات تسلا. والسؤال هنا، الكاتب الروائي جاب أفكاره منين؟ وهل الروايات دي اكتشاف لتقنية الحضارات القديمة اللي العالم الغربي هو نائل ومنفذ للتقنيات القديمة ومش مؤسس ليها؟ وإزاي أفلام الخيال العلمي من 30 سنة اتكلمت عن روبوتات والذكاء الاصطناعي وتحول كل ده الحقيقة؟ وده بيأكد إن اللي كان بيتعرض في السابق ما كانش خيال علمي، لكن كان تحضير للي جاي لإخضاع العالم للنظام العالمي الجديد الموحد. لكن هنا تسلا ما كانش نائل للتكنولوجيا قد ما أعاد اكتشاف الحضارات القديمة، لأن ما حدش من علماء عصره قدر يطبق التقنيات دي. وتسلا كان هدفه من إعادة التقنية القديمة هو استخدامها للأغراض السلمية ونشر السلام، لكن للأسف استخدمت تقنياته للهدم والتدمير وإخضاع العالم تحت القوى الخفية والنظام العالمي الموحد.